أي يا جماعة واضحة؟ تمام. طيب بقي عندنا assignment. احنا كده عملنا كل اللوبس بتاعت البروجكت عندنا، تمام؟ ناقص عندنا لوج واحد بس، اللي هو الكورسبوندنس لوج، اللي دايما عليه كل المشاكل، اللي بتبقى دايما فيه المشاكل التعاقدية، اللي دايما فيه التأخيرات. الكورسبوندنس لوج مطلوب من حضراتكم، الاساينمنت بتاع الاسبوع ده مطلوب من حضراتكم لوج او ريجستر لوج للكورسبوندنس بتاعت بروجكت، فيها ان انا اقدر اتراك الستاتس بتاعت الكورسبوندنس، واقدر اتراك الريسبونسبل انجينير عنها او الريسبونسبل ديبارتمنت هو مين المسؤول عن الحاجه دي، وان انا اقدر اعمل اتراك لكل الكورسبوندنس اللي وصلتني واللي انا بعتها، اقدر ابعت عليها ريمايندر ولا لا. يعني انا عاوزه حاجتين، اتراك الدوكيمنتس واللترز اللي جات لي انا من بره، ابقى عارف مين الشخص المسؤول عنها، اتاخرت عنده قد ايه، وعاوزه برضو اتراك الدوكيمنت اللترز اللي انا بعتها من عندي وبعتها لحد ومحتاج ان انا ابعت عليها ريمايندرز. تمام، محتاجه لو زي اللوجات دي فيها ايكويشنز، فيها نمبرنج سيستم، فيها دروب ليست، فيها ايه تاني، فيها كونديشنال كولرز. تمام، دي الريفرنسز اللي احنا استعملناها. لو حد عنده اي فردر انفورميشن يعني حابب يجيبها، طبعا يسعدني ان انا اجاوب على اسئلتكم لو في عندكم اي اسئله.